ياه، بقى فرخة تعمل فيكوا كل ده؟ ما تقلقيش، احنا عارفين هي فين. هي فين؟ في الهرم. هرم؟ ركبة ميكروباص الطلبية. انا اعرف واد شائم سيطر هناك هيجيب لنا الفرخة دي، بس هياخد 20,000 جنيه. لك 20,000 عفريت لما يركبوك؟ انت اهبل يلا. هي الفرخة كلها تساوي كام؟ هي الفرخة ب15 جنيه، بس الواد بقول لك شقي ومسيطر في الطلبية، وهو أصلا مش عايش في الطلبية وعايش بره، هو هيجي مخصوص عشان يجيب لنا الفرخة. أخسر التعب وشقاي؟ ده أنا ضيعت عمري عليكم. يما ضيعتي إيه يما؟ ده إحنا بنتمنى لك الرضا ترضي يما. ده إحنا عايشين خدامين تحت رجلك يما. هو في عيال كده اليومين دول؟ ما تتقي الله فينا يما بقى. عمتكم القرشة نجحت. أو ما أفتح لها يما؟ أنا اللي هفتح. لا يا حبيبي استنى. انت فتحت مرتين الشهر اللي فات. طب ما انت فاتح مرتين الشهر اللي قبل اللي فات. طب ما انت جبت ترنج جديد وانت صليت العيد وانا لا. طب ما انا اعمل لك ايه يعني؟ ايه لا انت ولا هو، ادخلوا جوه غيروا هدومكم كده وخليكم نضاف وحلوين. ماشي، ما تحضنينا يا امه، احضنينا. يلا تخيبه يا طويل يا هبل انت. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ اتفضلي يا اختي اتفضلي. خشي يا واد، حط الاسطوانه هنا. ايوه كده. قلبي اتقطع من المشوار يا اختي. معلش يا اختي، ما انت لازم تمشي دمك في ركبك وفي عروقك، ما انت بقيتي عظمه كبيره. وده ايه ده؟ اسطوانه اكسجين؟ انت بقيتي ماشيه بالاكسجين على طول؟ يا اختي لفظ سعد فال الله ولا فالك. نيجي ياما. تعالوا يا اولاد سلموا على عمتك. ايه ده؟ ازيك يا عمته؟ استنى يا انت هتعمل ايه؟ اقعد على الكرسي. تقعد على الكرسي ازاي؟ ده كرسي ايه ده؟ لا. خلاص الساعه 3 وربع. ده كرسيه؟ ايوه، ما انا اللي بقعد بعد 3 وربع. ايه 3 وربع دي؟ بعدين؟ ايه؟ الله يرحمك يا اخويا الله يرحمك. مت بدري ما لحقتش تربي. الا قولي لي يا سنيه يا اختي، اخبار صيدليه المرحوم ايه دلوقتي؟ يا حبيبتي انا هقول لك بقى. خد يا حبيبتي ادي نصيبك من ايران. سمى وعدي. ايه دول؟ عيديه؟ هي الناس بطلت تعيا ولا ايه؟ لا يا اختي، بس الصيدليه مصاريفها كترت وما بقتش جايبه همها، وهنصفيها خلاص. عشان كده ايه جبت لك بقيه الايراد، اسطوانه اكسجين وانابيب البنج وشويه الادويه وكل المراهم في الصيدليه، وبيني وبينك ربنا. يعني جبت ظرفها يا سنيه. والمحروس ابنك فين؟ ما عادش بيقف فيها ليه؟ صحيح يا عمته، هو حسونه ما بقاش يجي يخرج ويلعب معانا ليه؟ حسونه يا حبيبي بقى بيلعب في العالي. شغال على سقاله؟ لا يا حبيبي، شغال في الفن، شغال مع نجوم مصر كلهم. بصي كل يوم يبعت لي صوره شكل متصور مع نجوم مصر كلهم. شايفة؟ وريني كده يا عمته. عارفة حسونة شغال مع مين دلوقتي؟ شغال مع رامز جمال في برنامج رامز في الأدغال.